اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه صرح بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال الى العاصمه الاداريه الجديده. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكوميه الى العاصمه الاداريه الجديده خاصه ما يتعلق بمستجدات العمل بالحي الحكومي بما يتضمنه من مرافق ومنشات وخدمات موجها سيادته بمراعاه ان تمضي الاعمال الانشائيه وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام باعلى معايير الجوده او التوقيتات الزمنيه او معدلات ونسب الانجاز الفعلي على ارض الواقع، كما عرض السيد وزير الاسكان الموقف التنفيذي للاسكان الخاص بالموظفين في العاصمه الاداريه الجديده، خاصه ما يتعلق بالاجراءات الاداريه المطلوبه للتمويل العقاري للوحدات السكنيه.